الفاضلة. المرأة الفاضلة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم إيفت البياض. المرأة الفاضلة برنامج يلقي الضوء على دور المرأة في الأسرة والمجتمع، ويزودها بالوسائل العملية لتكون المرأة الفاضلة في عين الله والأسرة والمجتمع، وأيضاً في عين نفسها. أهلاً وسهلاً بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة. الأسبوع اللي فات كان عندنا برنامج رائع، وتعلمنا فيه كأباء وأمهات إزاي إن إحنا نربي أولادنا بالطريقة النفسية. تكلمنا عن الحزم، وتكلمنا عن الشدة والقسوة والفرق بينهم هما الاثنين. تكلمنا عن الحب وإزاي نوري أولادنا حب بطريقة اللمس، والأفكار الخاطئة على إني لما ألمس بنتي أو ابني وأحضنهم يبقى أنا بدلعهم. الكلام ده كله اتعلمناه الحلقة اللي فاتت. هنكمل سلسلة اتعلمنا عن إزاي نربي أولادنا بالطريقة الكتابية، وإيه اللي ربنا عايز يعلمه لنا النهاردة، وإزاي نطلب حكمة في تربية أولادنا. آية الحلقة: ربي الولد في طريقه فمتى شيخ لا يحيد عنه. دي في أمثال 22. هنكمل حلقتنا النهاردة مع الأسيس صفا ويليام ومدامته نجاة كامل ويليام. لكن قبل ما أقدم لكم تاني، أحب أقرأ لكم بعض التعليقات اللي جات للبرنامج وكانت سبب بركة في حياة البرنامج وأسرة البرنامج، اتشجعوا منها جدا. التعليق ده جالنا على إيميل بيقول: إيفات أنا بحبك، ربنا يباركك ويبارك فريق العمل ويملاكم بروح القدس. البرنامج سبب بركة كبيرة في بيوتنا المسيحية، وسبب بركة إن إحنا بنتعلم أمور نشاركها مع أصدقائنا في الخارج. بنصلي أن يكون دائما البرنامج مثمر وتكون ثماره 30 و60 و100. صلوا من أجلنا ونصلي من أجلكم. قد إيه فرحني الإيميل ده هو والتعليق ده، شجعني جدا وشجع كل العاملين معنا في برنامج المرأة الفاضلة. في إيميل موجود على الشاشة: استجابة@mfadila.org. ابعتوا استجابات الصلاة، ابعتوا تعليقاتكم الحلوة اللي بتشجعنا. كل ما نشكر ربنا على اللي هو بيعمله في حياتنا بنمجد اسمه وبنرفع اسمه وبننور نور للناس اللي محتاجة تشوف نور. أحبائي برحب بيكم وبرحب بضيوفي. أهلا بيكم أسيس صفا، أهلا بيكي نجاة. أنا شخصيا يعني اتباركت قوي من البرنامج بتاع المرة اللي فاتت، وناقشنا حاجات حيوية لأسرنا. زي ما قلت قبل كده إن الأسرة إبليس عايز يحطمها، لأن دي أول حاجة الله خلقها، أول حاجة الله خلقها آدم وحواء وبعدين الأولاد وطبعا الخليقة بتاعته. لكن عين الله على العيلة لأن هي أول خلية، وإبليس عايز يدمرها وبيجي لها بروح الرفض، عايز يحسس الأولاد أنهم مرفوضين، يحسس الزوجة أنها مرفوضة، يحسس الزوج أنه مرفوض من مراته وعياله، وسايكل بنمشي فيها زي دايرة كده ملهاش حدود. النهاردة عايزين نتكلم عن التربية الروحية، إزاي أربي ولادي تربية روحية تبقى محبوبة بالنسبة لهم، مش يبقوا كارهينها وقت الصلاة ووقت المذبح العائلي ولا وقت الكنيسة. ده مش عايزين نروح بس بنروح عشان تعاد بابا وماما، وأول ما يكبروا ما يدخلوش الكنائس ولا يقضوا وقت في الصلاة. إيه رأيكم في الموضوع ده؟ التربية الروحية زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت عن التربية النفسية وإزاي أقدم لهم الحب وكده، التربية الروحية إن أنا أكون بصلي من أجل ولادي بالاسم، هم يسمعوا وأنا بصلي لهم باسمهم، أذكر اسمهم وأنا بصلي. أنا كنت بصلي من أجل ولادي وهم في بطني من قبل ما أولدهم، من قبل ما أعرف إذا كان ده ولد بنت أي حاجة. تعرف إن هم بيسمعوا وهم في البطن وبيحسوا قوي قوي. كنت بصلي لهم يوميا، يعني 9 شهور كنت بصلي لهم بشكل غير عادي، وكنت بطلب من الرب إن الرب يعني يحفظهم من أول ما اتحطوا في بطني لغاية ما يكبروا ويكملوا مراحل عمرهم. وكنت بصلي تقول يا رب نفسي فعلا يكونوا ليك، ملك ليك، يبقى بتوعك بيخدموك، احفظهم في اسمك. كنت بصلي من اجلهم كل يوم. افتكر وانا بعد ما ولدت جيجي اللي هي بنتي الكبيره، في مره بصلي في مكان في البيت، بعد ما خلصت صلاه لقيتها خدت نفس المكان نفس الطريقه ونفس كل حاجه وعملت زي بالظبط.
بيقلدونا. بعيد، وكانت سنه يمكن سنتين ونص ثلاثه، ما كانتش تكبر عن كده، لكن لقيتها بتعمل زي بالظبط. احيانا كتير كانت تيجي تمسك مثلا كتاب صغير كده، هي مش لسه كانتش لسه تعرف تقرا وتكتب، كانت تمسك كتاب تفتحه كده وكان كتاب ترانيم وتقعد ترنم، وكانت صوتها جميل قوي، وكانت تحب شريط الترانيم وكانت تتابع الترانيم، فابتدت تتزرع جواها حب للصلاه وكده. فاحنا لما بنصلي من اجلهم بنحطهم قدام الرب، الرب بيكبرهم بينميهم في معرفته، بيحفظهم وبيحفظهم من يعني اي اضرار او اي حاجه، وبيخليهم يعني يكبروا ان هم بيحبوا الكنيسه، يحبوا الصلاه، يحبوا القعده قدام ربنا، لانه شافوا قدامهم قدوه. يعني دي مهمه قوي ان يشوفهم قدامهم قدوه. وبعد كده لو ام بتصلي بس بتتصرف بتصرف تاني ما يعني ما يتفقش مع الصلاه، بيحصل هنا شوشره في قلبه وذهن الطفل، فبيلاقي نفسه مش قادر يمكن يحبسها. ازاي يعني؟ يعني مثلا لو ام شايفها يعني ابنها او بنتها شايفينها بتروح الكنيسه مثلا او بتصلي، وفي البيت مثلا بتقول الفاظ ما تلاقش ان هي واحده بتروح كنيسه او بتصلي او بتقعد مع ربنا او ليها علاقه بربنا، فالطفل هنا لا، اذا كانت الام الصلاه بالطريقه دي انا مش عايز الصلاه. لا وتلخبطهم كمان. ما بيحصلش شوشره. عارفين القصه بتاعت الوشين؟ فمره واحده دخلت فالطفل بيقول لها وريني وشك التاني. هو فين وشك؟ فقالت له انا ليا وش واحد. لا اصله ماما بتقول عليك انك عليك انك انت بوشين. فالطفل عاوز يشوف قدوه قبل ما يشوف كلام، يعني القدوه دي اهم حاجه في الموضوع. القدوه من غير ممكن ما اتكلم مع الطفل او بمجرد اتكلم معاه كلام بسيط، لانه شايف القدوه ده فيا هلاقيه بيحبها وبيعملها بكل بساطه، مش كارهها. لكن لما اشوف بابا وماما رايحين الكنيسه وبعد كده راجعين من الكنيسه عمالين خانقوا ولا يشتموا ولا يتكلموا على الناس في الكنيسه او يقصوا عليا مثلا في حاجه، لا انا بنقص، انا مش عايز الصلاه اذا كانت بالطريقه دي، انا مش عايز الحياه مع المسيح اذا كان بالطريقه بالزبط. لكن لو لقوا قدوه حسنه وفي نفس الوقت يعني شافوني وانا بعيش للرب حياه تقيه، هلاقي نفسي انا بحب الرب وعايز اعيش الحياه ديت، لان شايف بابا وماما مثال حلو ليا. يعني في حاجه تانية ساعات برضو لما بنقعد نصلي او وقت الصلاه بيبقى وقت بقى ايه جد قوي ورسمي قوي وحاجات كده، ليه ما نبتديش وقت الصلاه بضحك؟ تعالوا نقعد نضحك، ده الوقت اللي احنا بنقعد نضحك فيه مع بعض، ونقعد على السرير مع اولادنا او في الاوضه ونضحك ونهزر، وبعدين تعالوا بقى ايه نتكلم مع بابا يسوع ونصلي مع بابا. هيبقوا رابطين ده بالضحك وبان وقت لذيذ بحاجه جميله. وبعدين لما انت قلتي كلمه كمان، لما بنصلي لاولادنا وهم يسمعوا صلاتنا، لما نصلي لاولادنا على احتياجاتهم، مثلا الطفل عايز اللعبه الفلانيه، يا رب يسوع انا بصلي علشان انت تساعد ابني او بنتي ان يجي لهم الحاجه الفلانيه، فيحسوا ان الصلاه مرتبطه بحاجه هم حاسينها هم عايزينها وهم عايزينها، فدي بتفرق برضه خالص. بالنسبه لحته الصلاه دي فارجه معانا، لان الشيء لازم يغرس في التربيه الروحيه، يعني الصلاه وبعد كان نتكلم على الايمان. لكن في الحته ديت في حاجه مش قادر اعديها، حصلت معانا مع اولادنا، يمكن احنا بنتكلم عنهم كخبره عمليه، كحاجه احنا لامسينها. عندي بنت صغيره اسمها سيلفيا، واول ما بدينا نقعد عشان نتعلم المذبح العائلي، فقاعدين على السرير زي ما انت بتقولي وبنقعد وبنحك وبنضحك، فماسكين ايد بعض كده، فناديات كده وماسكه جيجي وسيلفيا وانا كده، وبعد كده هي سمعت حاجه في الحضانه واحنا ماسكين ايد بعض، فاول ما مسكنا يلا نصلي مع بعض، فرحت جد يلا يا بابا، مسكت ايدينا وقالت افتح يا ورده اقفل يا ورده. الله. فردت لها الكلام ده غلط، احنا بنصلي دلوقتي. قالت لي خلاص يا بابا خلاص، احنا خلينا الوقت نكمل المذبح العائلي. المذبح. بس ربنا وقفني عند الحته دي وقال لي خلي بالك البيت اللي مش هيكون فيه مذبح هيكون فيه مذبح. واو. كلمه قالتها وهي لسه سنتين ونص ثلاثه، لكن كانت اشاره بالروح القدس وبنوضحها لكل واحد بيسمعنا. البيت اللي مش هيكون فيه مذبح هيكون فيه مذبح. خراب. كلمه من طفله صغيره اتقالت، يا رب النهارده عيد بيوتنا تاني للصلاه، زي ما حنا كانت بتقول قالت لاجل هذا الصبي صليت، اللي هو ابنها صموئيل. صلت علشان ابنها، علشان خاطر ابنها يطلع صموئيل اللي خد ثلاث القاب، قاضي وكاهن، وكان مع عالي الكاهن هو اللي واخد المكان الرائع، والحاجه الثالثه كان نبي. ده لان امه صلت علشان. لكن مش الصلاه بس، لكن مع الصلاه في الايمان، اغرس فيهم الايمان. ما هم ثلاثيه، صلاه لاجلهم، اغرس الايمان فيهم،
الحتة التالتة والمهمة أحبهم أحببهم في كلمات الله. في المثل الثاني في الإيمان في مثل رائع عن أم موسى يكابد، إذا كنا شفنا حنة هنا فهنا يكابد، كانت بتربيه بحسب الإيمان. كل الناس في حتة، أنت هتطلع تلعب معاهم برا، بس قبل ما تطلع أنا عايز أحط فيك حاجة يا موسى. أيوة يا ماما، أنت مش من الناس دي، أنت عبراني. قبل ما تنيمه كانت بتقول له استنى لما احكي لك حكايه جدك ابراهيم. عارف جدك ابراهيم كان بيعمل ايه؟ وبعد كده تاني يوم يقول احنا وقفنا لغايه الحته ديت لما خد صار، طب كملي لي، تقول له وبعد كده ربنا اكرم وعطى له اسحاق، طب وبعد كده جي يعقوب، وبعد كده في جده يوسف، وبدات تحكي له بتغرس فيه الايمان من هو صغير. ويتكلم عنه كاتب العبرانيين هذه الكلمات بالايمان موسى لما كبر ابى ان يدعى ابن ابنه فرعون، مفضلا بالأحرى أن يزل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقت بالقطية، حاسبا عار المسيح، لأن في أم غرست الإيمان فيه، أنت مش من الناس ديت، وهي بترضعه وهي بتقول له خلي بالك أنت شخص مختلف، أنت شخص متميز، في حاجة اسمها الإيمان الحقيقي اللي جواك، وهو دوت اللي رب عايزنا نغرسه. إذا كنا غرسنا الصلاة فيهم في التربية الروحية فلا بد أن نغرس الإيمان أيضا فيهم. أمين. عندنا كليب حلو قوي عن دور الأم وإيه الولد بيتوقعه من أمه وعايز منها إيه. إيه رأيكم نسمع الكليب ده ونرجع تاني نكمل حلقتنا؟ ماما يا حلوة يا أجمل غنوة عايشة في قلبي، أنا محتاج ماما تقول لي إني أكمل برغم الصعوبات، أنا محتاج ماما تصدق إني أقدر وتقولها لي، محتاج ماما تقولي إن كل تعب وراه نجاح، محتاج ماما تبقى مكان راحتي اللي أقدر أقول لها على كل أسراري وتسمعني، محتاج ماما تعلمني إن مش كل حاجة لازم تكون على مزاجي، محتاج ماما تعلمني إني آخد بالي من تفاصيل صغيرة، محتاج ماما تعلمني إني أصلي وأشوفها دايما بتصلي علشاني، محتاج ماما تعلمني إزاي أكون ابن بيكرمها، محتاج أم تعلمني إزاي أحترم الناس وأفكر في غيري قبل ما أفكر في نفسي، محتاج أم تعلمني أبقى جنتل في كلامي وكمان في معاملتي مع الناس، محتاج ماما تعلمني إني أكتب وأقول كلمات مشجعة للي حواليا ويكون ده كمان أسلوب حياتي، محتاج ماما تعلمني إن الرجولة إني أساعدها في شغل البيت، محتاج ماما تعلمني إزاي أتعامل مع البنات وإزاي أتعامل كمان مع الأولاد، محتاج ماما تعلمني إزاي أقبل كل الناس بغض النظر عن جنسيتهم ولونهم، محتاج ماما تعلمني إن كلمتي لازم تبقى واحدة، محتاج ماما تقول لي رأيها وإحساسها من ناحية أصدقائي، محتاج ماما تضحك وتلعب معايا مهما كان عمري، محتاج ماما تعلمني أقول سوري أنا آسف وتأكد لي أني لما أقولها كمان معناها أني قوي مش ضعيف، محتاج ماما تعلمني أني مش هقدر أغير الناس لكن أقدر أتعلم أني أقبل الناس وأحبهم وأتعايش معاهم، محتاج ماما تعلمني إزاي مسدش ودني عن الانتقاد وأحلله وكمان أتعامل معاه، محتاج ماما تأكد لي أني محبوب ومقبول وهكون ناجح في حياتي، محتاج ماما تعلمني مبدأ المنافسة الشريفة، محتاج ماما تعلمني إن it's okay إني أبكي وإنها بتحبيني حب غير مشروط، محتاج ماما تضحك لما أقول لها نكتة مهما كانت النكتة بايخة، محتاج ماما تعلمني إن الغيرة مدمرة، محتاج ماما تعلمني إزاي أختار شريكة حياتي وأكون زوج وأب صالح، محتاج ماما تعلمني إن الراجل والست متساويين أمام الله وكمان أمام الناس، محتاج ماما تعلمني التواضع واعترف بأخطائي بسهولة. كليب زي العسل، أتمنى أنه أنتوا فعلا تكونوا تمتعتوا بيه. ليه الولد بيحتاج أمه والبنت كمان بتحتاج أمها، لكن الولد محتاج أمه والبنت محتاجة أمه والولاد والأباء محتاجين بعض، يعني الرابطة العائلية دي مهمة جدا.
لكن هنرجع تاني لموضوعنا، وازاي اربي ولادي التربيه الروحيه بالكلمه. كلميني يعني احنا عرفنا ازاي اربي طبعا ولادي عن طريق الصلاه او ازرع فيهم الصلاه وحب الصلاه، وعرفنا ازاي اغرس فيهم الايمان. حاجه كمان علشان يتربوا تربيه روحيه سليمه وصح وينشأوا ويكبروا عليها، لازم اكون بحببهم في الكلمه. ازاي؟ ان انا ممكن مثلا من صغرهم اجيب لهم كتب، في كتب مقدسه اللي فيها الصور مصوره، وهو الطفل طبعا بيحب الصور وممكن يلونها كمان. فمثلا قصه ابراهيم، مثلا قصه موسى، اي قصه، وهي قصص، فقدامه قدام القصه في صور، واقعد احكي له واقول له واشاور له على الصور واقول له ده جد ابراهيم، او ده مش عارفه عمل ايه، او ده عمل ايه، وبعدين ممكن اخليه طب لون، هي شخبط مش مشكله، بس المهم ايه، هو حس انه بيعمل حاجه وفي نفس الوقت هو بيحب يعني حبها. بعد شويه اديله ممكن كتب صغيره، لما بعد ابتدي يعرف يقرا ابتدي مثلا اديله كتب صغننه خالص كده فيها قصه صغيره قوي احكيها له، وبعد كده ممكن هو يقراها. بعد شويه تانية ممكن اخليه مثلا يقرا اجزاء كتابيه. انا افتكر بنتي الكبيره جيجي وهي عندها 4 سنين كانت بتحفظ مزامير، حفظت كام مزمور وهي صغيره، كنت اقراه لها، كانت كل شويه تقول لي طب يا ماما دي معناها ايه، طب يا ماما دي معناها ايه. طبعا كنت في حاجات عشان اوصلها ببساطه كنت باخد فيها مجهود شويه، بس طبعا علشان ما منعش ان هي ما تحفظ مزامير دي. انا حافظ مزمور 23 وهي عندها 4 سنين، مزمور واحد، مزامير سهله كده. وفي دلوقتي كمان المزامير بتبقى مرتله، فالعيال لما بيسمعوها بالميوزك بتبقى سهله، بيبقى سهل قوي يحفظوها. وفي نفس الوقت هي ملحنه، وفي آيات جميلة، الآيات من أروع الحاجات اللي اتعملت الحقيقة. حتى احنا الكبار أسهل لنا إن احنا نحفظ ترتيلة بالموسيقى. وتكوين الكتاب المقدس، كتاب المقدس بيتكون من إيه؟ في كتاب المقدس السمين، في ترنيمة بتقول كده كتاب المقدس السمين، فاكرها كويس قوي. يحتوي على عهدين، بيحفظوا تسلسل العهد القديم والجديد من الأول للآخر. طب إيه رأيكم بقى إن أنا لغاية دلوقتي ساعات لما أدور على سفر في الكتاب أروح قايلة الترتيلة زي كلنا بنعمل كده، فيبتدي يحفظوها فبيبتدي يحبوا الكلمة. ولما يشوفونا كمان برضو القدوة، لما يشوفونا إحنا بنقرأ في الكتاب وبندرس الكتاب وبنحب الكتاب ونحب الكلمة وبنعيشها، دي مهمة قوي، مش مجرد بنقراها لكن بنعيشها وبنطبقها في حياتنا طبيعي، وده بينعكس عليهم بحاجة جميلة وجو هادي وجو فيه سلام ومحبة وكل حب، طبيعي هيلاقوا نفسهم بيحبوا الكلمة بعد كده، مش هيبقى حاسين حاجة تقيلة على قلبهم. عارفة نجات، أنا فاكرة كويس قوي والعيال صغيرين كنت أنا أمسك الكتاب المقدس وأحضنه، كنت أحضن الكتاب المقدس وكان يشوفوني وأنا بحضن الكتاب المقدس، وبصيت لقيت في مرة جاكي ماسكة نايمة وحاطة الكتاب المقدس وحضناه، فبقول لها أنت بتعملي كده ليه؟ قلت لي مش أنت بتحبي الكتاب المقدس؟ أنا كمان بحب الكتاب المقدس. بتعلمه طبعا محبة الكلمة. فعلا. طب قولي حد القسيس، يعني انت كأسيس وماسك الكتاب دايما وبتدرس وقدام ولادك، لو الولاد حسوا الله ما هو الكتاب ده شغلهم شغل بابا عنهم، بتعمل ايه؟ انا اشكر رب لانهم اتعلموا ان بابا اولا ليه في خدمة الرب، فهم عارفين ان في احترام للكلمة دي، بقت قناعة شخصية جواهم. لكن في وقت لازم اقعد معاهم، في وقت مرات كتير يعني أنا أولادي، ويمكن برضو الكلام ده هنتكلم عنه شوية تاني قدام، في وقت كنت بقعد معاهم وألعب معاهم، هما كانوا هما صغيرين أطفال بيحبوا لعب حاجة بسيطة اسمها الزغزيخ، دي حاجة فظيعة يعني كده، يعني لغاية الوقت هما جواهم التايم اللي كنت تعرف تقعد معاهم، يقول يا بابا 5 زغزيخ لأن من جواهم، وهم اتحط واتحفر جواهم ان لينا كلمه. احنا هنا في امريكا يوميا من خدمه لخدمه بامانه ما اعترضوش وما تكلموش. سنهم قد ايه؟ حاليا هي اولى كليه كبيره واولى ثانوي 19 و16. ده بس عشان متربيين في مصر في المنيا. لكن مش احنا جايين علشان خاطر نروح ونيجي يعني اول مره يجوا امريكا ومحبوسين في البيت. ما لا، هم فارق معاهم ان احنا برضو في الخدمه، وهم اتفقت معاهم على اتفاق ان كل مره بابا هينزل خدمه او ماما طالما احنا بنصلي له فاحنا شركاء معاه في الخدمه. حته خطيره دي. اللي قاعد عند الامتعه له نفس نصيب اللي نزل الحرب، فدي حته جميله
انا بمشي هما بيصلوا لي. كانت عندنا خدمات في نيويورك وفي سياتل، كل ما اقعد كان هما يرفعوا ايديهم ويرفعوا الصلاه. فرق جدا معاهم ان هما بيصلوا لانهم عارفين ان هما ليهم نفس النصيب بتاع الخير. دي نقطه خطيره جدا ان هما يعرفوا ان هما شركاء معانا. أيوة. مش احنا بنعمل العمل وهما بيدفعوا ثمن العمل، وتبص تلاقيهم بقى يعني يبقوا رافضين الخدمه. أيوة. او متذمرين، او متذمرين. هما مجرد يحسوا ان هما ليهم دور وان هما دلوقتي برضو ربنا هيكافئهم على الخدمه دي، بيبقى مبسوطين وفرحانين وراضيين يعني، وحاسين انه التعب دوت او ان هما مش قادرين مثلا يخرجوا ويتفسحوا كده، ده عشان خاطر الخدمه فبيقبلوا حاجه زي كده وبيرضوا يعني. ايه رايكم نروح كليب ونرجع تاني للبرنامج؟ تعالوا نتفرج على الكليب ده ونرجع تاني. في اختين بيحبوا بعض جدا، كل واحده فيهم اتجوزت وسافرت بلد مختلفه، وفي يوم واحدة من الإخوات عرفت إن أختها التانية عيت وجالها سرطان وابتدت تاخد الكيماوي. الأخت السليمة قررت إنها تروح تزور أختها العيانة، لكن بصت لنفسها في المراية وقالت أنا عايزة أختي تحس إن أنا حاسة بيها وبمشاعرها، فقررت إنها تحلق شعرها خالص علشان تبقى زي أختها اللي نتيجة الكيماوي فقدت شعرها. قد إيه ده شعور نبيل، قد إيه إحنا محتاجين إن إحنا نتنازل عن شكلنا ونتنازل عن حقوقنا علشان نحسس الآخرين إن إحنا حاسين بتعبهم. قد إيه إن ده عهد قوي وجبار، عهد الحب الحقيقي اللي نتنازل فيه عن حقنا ونتنازل فيه عن مظهرنا ونتنازل فيه عن حقوقنا علشان نحسس الآخرين إن إحنا حاسين بيهم. بشجع كل مشاهدينا ان هم يشتركوا في مجموعات الصلاه لان دي ليها قوه غير عاديه. بنستقبل كل طلبات الصلاه اللي جايه لنا من كل مشاهدينا في كل انحاء العالم، وبنبعتها لكل البارتنرز بتوع الصلاه او شركاء الصلاه في كل برضو انحاء العالم، وبنشوف استجابات رائعه. تعالوا نكمل البرنامج ونشوف ازاي نقود اطفالنا لمعرفه الرب يسوع. ازاي هتلاقيه اساس كيف اقود طفلي للمسيح؟ في طريقه بسيطه جدا احنا بنوصل بيها كيف اقود الطفل للمسيح. انا بحب خدمه مدارس الاحد 34 سنه. واو. بخدم في مدارس الاحد من وانا صغير، وانا قلبي في مدرسه، كنت لسه عمري 11 سنه مثلا وانا محطوط في خدمه مدارس الاحد. كنت مساعد مدرس وبعد كده رب اكرمني بجيت مدرس صغير في وسط المجموعه اللي بخدم في وسطها. معنا مجموعة رائعة 23 مدرس بيخدموا في الكنيسة عندنا في مدرسة أحد، ربنا يباركهم. الرب أعطاني في يوم من الأيام ترنيمة عن كيف أقود الطفل للمسيح. فأمسك الولد الصغير وأقول له افتح إيدك، يروح يفتح إيد فيها كم صباع؟ خمسة. فيها الإبهام اللي هو دوت اسمه السبابة، بعد كده الوسطى، البنصر والخنصر. أقول طب إيه رأيك؟ خلينا نتعلم حاجة. ربنا أعطاني ترنيمة بتقول صاحبي يا صاحبي تعال يا صاحبي، وهات ايدك وفردها اوام، هتلاقي فيها صوابع خمسه وكل صباع فيه درس تمام. ابهام، وديت قياده الطفل المسيح في الخماسيه اللي جايه. ابهام مرفوع لفوق، ابهام الله بيحبني بمحبه ابديه. سبابه ده اللي بيشاور على الناس، انا خاطي وتعديت الوصيه. وسطى لان المسيح مات في الوسط، وسطى يسوع مات علشاني وخلصني من العبوديه. الصباع دوت اللي هو البنصر، بنصر لما اعترف له هو يغفرها لي على الخطيه. خنصر انا حر في المسيح وهتمتع بالابديه. صاحبي يا صاحبي تعال يا صاحبي، وهات ايدك وفردها اوام، هتلاقي فيها صوابع خمسه وكل صباع في درس تمام. دي ترتيله بموسيقى؟ بموسيقى هو عمل. احنا دي احنا جميله. احنا عندنا اليومين دول سجلنا 9 ترانيم نشكر رب في المنيا، والاطفال شريط هيطلع للاطفال، والاخ نصف صبحي معاه ترنيمتين اول ما نرجع ان شاء الله، وهينزل تيب رائع للاطفال. ممكن جدا طبعا. ممكن اول ما يخلص باسم يسوع. قد ايه تقدر تقود الطفل؟ بس طريقه بسيطه، افتح ايدك افردها، وهو لما يعرف الخماسيه ديت فعلا انا 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 كنت وحش لكن الله بيحبني، هو جه في الصليب ومات علشاني واتصلب، انا الدور عليا ان انا اعترف ان اعترفت بفمك وامنت بقلبك خلصت، وفي الاخر رقم خمسة والاخير انا حر في المسيح. اقوده بالطريقه البسيطه السهله، بلاش احشيله معلومات كبيره لكن اتكلم معاه ببساطه جدا كيف اقدر اوصل الصوره الرائعه ليسوع المسيح عن طريق اولادنا. قد ايه الوقت عدى
بسرعة لأنه وقت جميل جدا. لكن معلومات قيمة ومعلومات تتطبق عمليا. احنا مش بنتكلم كلام يعني نظري، لا ده كلام عملي يطبق ونتمتع واحنا بنطبقه كمان. وفعلا لو الناس طبقته هتلاقي في اختلاف قوي في حياتها وفي البيوت بتاعتها مع اولادها. امين باسم يسوع. انتوا معانا الحلقه الجايه وبنكمل موضوع ازاي نربي اولادنا. احبائي جينا لنهايه البرنامج، واحب اقول لكم ان الاوفر بتاعه الحلقه دي مجموعه صلوات نصليها لأولادنا يوميا، هتلاقوها موجودة على الويب سايت أو بعتولنا في العنوان اللي موجود على الشاشة أو في الإيميل اللي موجود على الشاشة info@mfadila.org info@mfadila.org، وهنبعت لكم كل اللي انتوا بتطلبوه مننا، سواء الأوفر بتاع الحلقة دي أو أي أوفر تاني بتلاقوه على الويب سايت. صلوا لنا ونصلي لكم، ابعتوا لنا طلبات الصلاة عشان نرفعها أمام عرش النعمة. بنحبكم ودايما افتكروا إن أنا علي الاختيار وهو عليه التغيير. فاضلة تتحلى بصفات الإيمان، عاملة بيديها تشتغل بإتقان، آنسة هي كانت أو جدة أحفاد، امرأة فاضلة وثمنها فاق الأثمان، كسفينة تاجر بعد تجتذب طعام، وبحكمة فمها تنشر حبا في كل مكان، يمدحها زوجها ويطوبها الأبناء، امرأة فاضلة وثمنها فاق الأبناء.